الهيكل العظمي لجسم الإنسان بينقسم إلى جزئين، هيكل محوري اسمه أكسيال سكيلتون، وده بيشمل كل من الجمجمة والقفص الصدري وجميع فقرات العمود الفقري، والجزء الثاني هو الهيكل الطرفي واللي اسمه أبنديكولار سكيلتون، وده بيشمل كل من الطرف العلوي والطرف السفلي. ومجموع عظام الهيكلين مع بعض بيساوي 206 عظمة، بالإضافة إلى عظمة واحدة موجودة تحت الفك السفلي اللي هو العظم اللامي واللي اسمه هايويد بون، زائد 6 عظميات للسمع، 3 في كل ناحية. أول أجزاء الهيكل المحوري هي الجمجمة. الجمجمة بتتكون من 22 عظمة مقسمين إلى جزئين، عظام القحف اللي هو كرينيال بونز وعددهم 8، وعظام الوجه اللي هم فاشيال بونز وعددهم 14. الكرينيال بونز 8 هم كالآتي: واحدة فرونتال بون اللي هو العظم الجبهي، واثنين بارايتال بونز اللي هم العظم الجداري، واثنين تيمبرال بونز اللي هم العظم الصدغي، واحدة أوكسيبتال بون اللي هو العظم الخلفي أو عظم القفا واللي بيكون متصل من أسفل بالثقب العظيم اللي هو فوريمن ماجنم، وواحدة سفينويد بون اللي هو العظم الإسفيني أو العظم الوتدي، وواحدة إسمويد بون اللي هو العظم المصفاوي اللي بيكون على شكل مصفى علشان بيكون مليان ثقوب أو قنوات صغيرة فيمر منه ألياف العصب الشمي إلى داخل الأنف. بعد كده ال 14 عظمة الخاصين بالوجه وهم كالآتي: عظمتين اسمهم نازل بونز اللي هو عظام الأنف، واثنين لاكريمال بونز اللي هم العظم الدمعي، واثنين ماكزيلاري بونز اللي هم عظام الفك العلوي، وعظمة واحدة من ديبولار بون اللي هو عظم الفك السفلي، واثنين زيجوماتيك بونز اللي هم العظم الوجني أو الخدي، وواحدة فومر بون ودي عظمة الحاجز الأنفي، وفاضل كده عظمتين صغيرين موجودين داخل الأنف وهم انفيرو نازل كونكا، وعظمتين تانيين موجودين فوق سقف الحنك واسمهم العظم الحنكي اللي هم بلاتين بونز، ودول ال 22 عظمة بتوع الجمجمة. بنضيف عليهم العظم اللامي اللي هو هايويد بون الموجود أسفل الفك السفلي، وست عظميات للسمع، 3 في كل جانب، وهم ميلياس اللي هو العظم المطرقي اللي على شكل المطرقة، وإنكاس اللي هو عظم السندان، وستيبس اللي هو العظم الركابي اللي على شكل الركاب الخاص بسرج الحصان. يبقى كده المجموع الكلي 29 عظمة. نيجي بعد كده للفقرات، وعددهم 33 فقرة ومتوزعين على 5 مناطق. منطقة الفقرات العنقية وعددهم 7 فقرات واسمهم cervical vertebra أو cervical spine، ومنطقة الفقرات الصدرية أو الظهرية وعددهم 12 واسمهم thoracic vertebra أو thoracic spine أو dorsal vertebra أو dorsal spine، ومنطقة الفقرات القطنية وعددهم 5 واسمهم lumbar vertebra أو لامبر سباين، ومنطقة الفقرات العجزية وعددهم 5 واسمهم ساكرال فيرتبرا أو ساكرال سباين، وآخر منطقة هي منطقة العصعصية وعددهم 4 واسمهم كوكسيجيال فيرتبرا أو كوكسيجيال سباين. عدد الفقرات كلهم 33 فقرة، ولكن علشان آخر منطقتين كل منطقة فيهم الفقرات متصلة وملتحمة ببعض فيعتبر عظمة واحدة، فكده الفقرات العجزية هنعتبرها عظمة واحدة، ومنطقة الفقرات العصعصية برضو هنعتبرها عظمة واحدة، وبكده يبقى مجموع عظام العمود الفقري 7 زائد 12 زائد 5 زائد 1 زائد 1 بيساوي 26. باقي عظام الجسم اللي فاضلين هنقولهم بالترتيب من أعلى لأسفل. أول حاجة هي الكلافيكل ودي عظمة الترقوة، بعد كده الاسكابولا اللي هي عظمة لوح الكتف، بعد كده الاسترنم اللي هي عظمة القص المتصل بها الضلوع من الأمام، ودي عظمة واحدة فقط موجودة في المنتصف غير باقي عظام الطرف العلوي والطرف السفلي اللي بيكون فيه عظمة في كل ناحية، بعد كده الريبس اللي هم الضلوع وعددهم 12،
ضلع في كل ناحية، يبقى عدد الضلوع كلهم 24 ضلع. بعد كده عظمة الهيومرس اللي اسمها العضد، وبعد كده بيكون متصل بالعضد من أسفل الألنا اللي هي عظمة الزند، والريديوس اللي هي عظمة القعبرة. بعد كده بيكون في عظام اسمهم كاربلز، واللي عددهم 8 عظام، وبيكونوا متصلين من أعلى مع الألنا والريديوس ومن أسفل مع الميتا كاربلز، وبيكونوا مفصل الرسغ اللي هو ريست جوينت. بعد كده الميتا كاربلز وعددهم 5، وبينتهوا بالسلميات اللي هم فالانجيس واللي عددهم 14، 3 في كل صابع ما عدا أكبر أصابع اليد بيحتوي على 2 فقط، ودي كانت عظام الطرف العلوي بالإضافة إلى عظام القفص الصدري. نيجي بعد كده للطرف السفلي واللي بيبتدي بالبلفيك جيردل اللي هو حزام الحوض، والحوض بيتكون من 3 عظمات وهم الإليم والبيوبس والإسكيم. بيتصل بالحوض عظمة الفخذ اللي هي فيمر بون، فبيتكون مفصل الورك اللي هو هيب جوينت. بعد كده الفيمر بتتصل بالتيبيا والفيبيولا اللي هما القصبة والشظية، وبيتواجد قدامهم عظمة صغيرة وهي عظمة الرطفة اللي اسمها باتيلا، وكلهم بيكونوا مع بعض مفصل الركبة اللي هو ني جوينت، وشرحته بالتفصيل في كورس الطرف السفلي. بيتصل بالقصبة والشظية من أسفل عظام التارسنز، وعددهم 7 عظام، وبيتصلوا من أعلى بالتيبيا والفيبيلا اللي هما القصبة والشظية، ومن أسفل بالميتا تارسلز، وبيكونوا مفصل الكاحل اللي هو أنكل جوينت. بعد كده الميتا تارسلز وعددهم 5، وبيتصلوا بسلميات القدم اللي هما فالنجيس أوف ذا تويز وعددهم 14، 3 في كل أصابع القدم ما عدا أكبر الأصابع بيتكون من 2 فقط. وبكده نبقى اتكلمنا عن 209 عظمة في وقت قياسي. والمزيد من الشرح والتفصيل ادخل على القناة، هتلاقي كورسات وشروحات كتير. كان معكم أحمد شريف، ودي قناة المختصر المفيد. احنا عادة بنفكر في عملية التنفس اللي هي respiration كعملية ميكانيكية، فبنلاحظ ان التنفس بشكل عام هو عبارة عن تبادل الهواء بين الرئتين والبيئة الخارجية. تبادل الهواء ده داخل الرئتين بيسمى external respiration اللي هو التنفس الخارجي. في التنفس الخارجي الهواء اللي بيتم استنشاقه واللي هو الهواء العادي بيحتوي على 21% أكسجين، بيدخل إلى جيوب صغيرة موجودة داخل الرئة، وبيمر على الفور إلى الأوعية الدموية الصغيرة واللي اسمها كابيلاريز، يعني الشعيرات الدموية، واللي بتكون محيطة بالجيوب الموجودة في الرئة. في نفس الوقت ثاني أكسيد الكربون اللي هو الغاز اللي بيتم تكوينه نتيجة اتحاد الأكسجين والغذاء في الخلايا بيرجع تاني من الشعيرات الدموية إلى الجيوب ويخرج في عملية الزفير. بينما يحدث التنفس الخارجي بين البيئة الخارجية والرئة، بيكون في نوع تاني من التنفس بيحصل بين خلايا الجسم بشكل منفرد، يعني كل خلية لوحدها والشعيرات الدموية المحيطة بيها. التنفس ده اسمه The Internal أو Cellular Respiration اللي هو التنفس الداخلي أو التنفس الخلوي. التنفس الداخلي بيتضمن تبادل الغازات على مستوى الخلايا خلال أعضاء الجسم، حين الأكسجين بيمر من الشعيرات الدموية إلى الخلايا، وفي الوقت نفسه بيمر ثاني أكسيد الكربون من الخلايا إلى الشعيرات الدموية علشان تنقلها للرئتين وتخرجه في عملية الزفير. نفس فكرة التنفس الخارجي ولكن مع اختلاف المكان. بيدخل الهواء للجسم عن طريق الأنف واللي اسمها نوز، من خلال فتحتين الأنف واللي اسمهم نوسترلز أو نيرز. بعد كده الهواء بيمر خلال التجويف الأنفي واللي اسمه نازل كافيتي، وبيكون مبطن بغشاء مخاطي اسمه ميوكاس ممبرين، وشعر ناعم اسمه سيليا، وده بيساعد في تصفية الأجسام الغريبة وتدفية وترطيب الهواء. وبيكون في الجيوب الأنفية اللي هي برنيزل ساينسز، وهي عبارة عن فراغات مجوفة بتحتوي على هواء داخل الجمجمة، وبتكون متصلة مع تجويف الأنف، وبرضه بتكون مبطنة بغشاء مخاطي بالإضافة إلى إنتاج المخاط. ووظيفة الجيوب الأنفية هي تخفيف وزن الجمجمة وإنتاج الصوت وامتصاص الصدمات.
بعد مرور الهواء من تجويف الأنف بيصل إلى البلعوم أو الحلق ويسمى فارينكس أو ثروت. البلعوم بيحتوي على 3 أجزاء. أول جزء هو النازوفارينكس اللي هو البلعوم الأنفي، وبيحتوي على الفارينجيال تونسلز اللي هما اللوزتين أو اللحمية واللي اسمها أدينويدز، وهي عبارة عن مجموعة من الأنسجة النفوية بتكون بارزة أكتر عند الأطفال، ولو اتضخمت ممكن إنها تسد مجرى الهواء. تحت النازوفارينكس بيكون فيه الجزء الثاني وهو الأوروفارينكس اللي هو البلعوم الفمي، وبيحتوي على البلاتين تونسلز اللي هما اللوزتان الحركية، وهما كتلتين مدورين من الأنسجة الليمفاوية. القسم الثالث من البلعوم هو اللارينجوفارينكس البلعوم الحنجري، ودوره إنه بيكون ممر مشترك للطعام من الفم والهواء من الأنف، وبينقسم في آخره إلى جزئين. الجزء الأول هو اللارينكس أو الفويس بوكس اللي هي الحنجرة أو صندوق الصوت، والجزء الثاني وهو الأسوفاجس اللي هو المريء. المريء بينقل الطعام من المعدة، وشرحناه قبل كده في الجهاز الهضمي. والحنجرة بتحتوي على حبال صوتية ومحاطة بقطع من الغضروف علشان يدعمها ويقويها ويخلي مجرى الهواء دايما مفتوح. وأكبر غضروف موجود معروف باسم آدمز أبل اللي هي تفاحة آدم. وبسبب أن الطعام والشراب لما يدخل من الفم والهواء يدخل من الأنف ويختلطوا مع بعض في البلعوم، إيه اللي يمنع وصول الطعام والشراب إلى الحنجرة أثناء البلع واللي ممكن يسبب انسداد في مجرى الهواء يؤدي إلى حدوث اختماق؟ السبب هو وجود لسان المزمار واللي اسمه إيبوغلوتيز، وهو عبارة عن جزء غضروفي متصل بجدر اللسان أثناء البلع بيقفل الحنجرة ويمنع وصول الطعام والشراب إلى الرئتين. الهواء بعد كده في طريقه للرئتين بيمر من الحنجرة إلى القصبة الهوائية اللي هي تراكيا، وطولها حوالي 13 سنتيمتر وقطرها حوالي 2.5 سنتيمتر، وبتفضل مفتوحة بسبب وجود من 16 إلى 20 حلقة غضروفية على شكل حرف السي بيفصل بينها نسيج ضم علشان يقويها من الأمام والجنب. الميدياستينم اللي هو المنصف، وهي المساحة الموجودة في منتصف الصدر، في المنطقة دي بتنقسم القصبة الهوائية إلى فرعين برونكيال تيوبز أو برونكاي، الشعب الهوائية اليمنى واليسرى، والمفرد منها هو كلمة برونكس يعني شعبة هوائية واحدة، وهي عبارة عن أنبوبة محاطة بحلقات غضروفية وجدار عضلي، وكل قصبة هوائية بتؤدي إلى رئة منفصلة، وداخل الرئة بتنقسم وتنقسم إلى أنابيب أصغر زي فروع الشجرة لحد ما تنتهي بالبرونكيولز اللي هي القصيبات الهوائية، وبتنتهي القصيبات الهوائية بمجموعة أكياس أو جيوب هوائية صغيرة اسمها الفيولاي يعني الحويصلات الهوائية، والمفرد منها اسمه الفيولس. مجموعة الحويصلات الهوائية داخل الرئتين حوالي 300 مليون حويصلة هوائية، وتبلغ المساحة الإجمالية لجميع الحويصلات الهوائية تقريبا حجم ملعب التنس. كل حويصلة هوائية مبطنة بطبقة واحدة من الإبيثيليوم، وبيسمح جدارها الرفيع بحدوث عملية تبادل الغازات بين الحويصلات الهوائية والشعيرات الدموية المحيطة بها. الإريثروسايتس اللي هي كرات الدم الحمراء بتاخد الأكسجين من الحويصلة الهوائية وتوزعها لخلايا الجسم وترجع تاني بثاني أكسيد الكربون للحويصلات الهوائية الموجودة في الرئة. كل رئة مغطاة أو محاطة بغشاء مزدوج اسمه بلورا يعني غشاء الجنب. الطبقة الخارجية من البلورا بتكون أقرب للضلوع واسمها برايتال بلورا، غشاء الجنب الجداري، والأقرب للرئة اسمها فيسرال بلورا. بيفرز سائل بيسهل حركة الرئتين داخل تجويف الصدر. الرئتين داخل القفص الصدري مش صورة معكوسة، بمعنى انهم مش متطابقين. الرئة اليمنى اللي هي رايت لانج هي الاكبر وبتحتوي على 3 فصوص، والرئة اليسرى اللي هي الليفت لانج هي الاصغر وبتحتوي على فصين. الجزء العلوي من الرئة هو القمة واسمه ابيكس، والجزء السفلي هو القاعدة واسمه بيز. الهايلم هي المنطقة المركزية في الرئة واللي بتدخل وتخرج منها الأوعية الدموية والأعصاب والأنسجة الليمفوية والشعب الهوائية. الرئتين بيمتدوا من الترقوة في الأعلى إلى الحجاب الحاجز للأسفل داخل التجويف الصدري، والحجاب الحاجز أو الدايفرام هو حاجز عضلي بيفصل الصدر عن تجويف البطن، وبيساعد في عملية التنفس وبيتقلص ويهبط لأسفل أثناء الإنهاليشن أو الإنسبيريشن اللي هو الشهيق، ويصعد لأعلى أثناء الإكسهاليشن أو الإكسبيريشن اللي هو الزفير. هبوط الحجاب الحاجز لأسفل بيوسع منطقة تجويف الصدر، وده بيقلل ضغط الهواء في الداخل بحيث يتدفق الهواء للرئتين لمعادلة الضغط،
وده بيسمى الشهيق. ولما الرئتين تتملى بالهواء بيرتاح الحجاب الحاجز ويرتفع، فبيزود ضغط الهواء في الداخل، وبالتالي بيطرد الهواء للخارج لمعادلة الضغط، ودي عملية الزفير. الجهاز العصبي واحد من أكتر أجهزة الجسم تعقيداً. أكتر من 100 مليار خلية عصبية شغالة باستمرار متواصل على مستوى الجسم كله علشان تنفذ وتنظم الوظائف والأنشطة اللي بنمارسها بوعي وإدراك بكامل إرادتنا، بالإضافة إلى وظائف تانية في جسمنا بتحصل بدون إرادة أو إدراك مننا، زي الهضم داخل المعدة والأمعاء وضخ الدم من القلب. إحنا بنتكلم، بنحرك العضلات، بنسمع، بنتذوق، بنشوف، بنفكر، والغدد اللي في جسمنا بتفرز هرمونات وبنستجيب للخطر والألم والإحساس بدرجة الحرارة. كل الوظائف دي عدد بسيط من الأنشطة الكتيرة اللي بيتحكم فيها الجهاز العصبي. الجهاز العصبي بينقسم إلى جهاز عصبي مركزي Central Nervous System والاختصاره CNS، وجهاز عصبي طرفي Peripheral Nervous System واختصاره BNS. السنترال نيرفس سيستم بيتكون من الدماغ اللي هو برين، والنخاع الشوكي اللي هو سباينال كورد، والجهاز العصبي الطرفي بريفرال نيرفس سيستم بيتكون من السباينال نيرفس اللي هي الاعصاب الشوكيه، والكرينيال نيرفس اللي هي الاعصاب الدماغيه. الخلية العصبية اللي هي نيرف سيل واللي اسمها نيورون، وهي الوحدة الأساسية في الجهاز العصبي، وبتختلف على حسب وظيفتها وشكلها وحجمها، ولكن كل الخلايا العصبية بيتكونوا من 3 أجزاء أساسية، وهما المكون الأول جسم الخلية واللي اسمه سيل بادي أو سوما، والجسم ده بيبقى له تفرعات أو ألياف علشان يقدر يرسل ويستقبل الأشارات العصبية، وبيحتوي جسم الخلية العصبية على كل من التراكيب البيولوجية الموجودة في كل خلايا الجسم. والمكون الثاني اسمه دندرايتز، ودي عبارة عن امتدادات رفيعة بتتفرع من جسم الخلية وبتنقل الإشارات العصبية لجسم الخلية العصبية. والمكون الثالث اسمه أكسون، وده محور الخلية العصبية وبينقل الإشارة العصبية إلى الخلية المجاورة. وبشكل عام الأكسون هو فرع واحد بس ومتغطي بنسيج دهني اسمه مايلين شيز، وده عبارة عن كفر بيحمي الأكسون ويسرع من نقل الإشارة العصبية ويمنع نقلها في الاتجاه المعاكس. الدماغ هو المكون الأول من الجهاز العصبي المركزي. دماغ الإنسان البالغ وزنه حوالي 3 كيلو، وبيتكون من 75% من المية، وده سبب قوامه اللي عامل زي الجيلي. الدماغ بيحتوي على أكتر من 100 مليار خلية عصبية، ومسؤول عن التحكم في العديد من وظائف الجسم هنعرفهم بشكل عام من تكوينه. بيتكون الدماغ من 4 أجزاء رئيسية. الجزء الأول هو جذع الدماغ واسمه برين ستيم، والجزء الثاني هو المخ واسمه سيريبرم، والجزء الثالث هو المخيخ واسمه سيريبيلم، والجزء الرابع هو الدماغ البيني أو الأوسط واسمه داينسيفالون. جذع الدماغ بيتكون من 3 أجزاء: ميد برين، وده مسؤول عن الانعكاسات البصرية، بونس، وده بيتحكم في أجزاء معينة من عملية التنفس، مضلة أوبلونجاتا، ودي بتحتوي على مراكز عصبية بتنظم وظائف القلب والرئتين، ومسؤولة عن البلع والقيء والكحة والعطس. والوظيفة العامة لجذع الدماغ هو أنه بيوصل ما بين الدماغ والنخاع الشوكي. المكون الثاني من مكونات الدماغ هو المخيخ، والمسؤول عن تنظيم حركة العضلات وبيحافظ على التوازن ووضعية الجسم. المكون الثالث للدماغ هو السيريبرم، والسيريبرم موجود فوق السيريبيلم، وهو أكبر مكونات البرين، وبيشكل حوالي 85% من كتلة الدماغ. بينقسم السيريبرم إلى نصفين اسمهم هيمسفيرز، نص المخ الأيمن اسمه رايت سيريبرال هيمسفير، ونص المخ الأيسر اسمه ليفت سيريبرال هيمسفير.
الجزء السطحي أو الخارجي من المخ وهو قشرة المخ واللي اسمه سريبرال كورتكس. قشرة المخ هي منطقة الوعي واتخاذ القرارات، وبتحتوي على العديد من الفيشرز أو الشروخ واللي اسمها سالكاي، وبتحتوي برضو على كونفيوليشنز أو تلافيف اسمها جيراي. وقشرة المخ بتتكون من حاجة اسمها جري ماتر، المادة الرمادية، ودي المادة اللي بيكونها أجسام الخلايا العصبية والدندرايتس. تحت قشرة المخ بيبقى فيه المادة البيضاء واللي اسمها وايت ماتر، ودي بتتكون من أكسونات الخلية العصبية، وبيكون موجود برضو تحت قشرة المخ مجموعة كتل من الجري ماتر اسمها بيزال جانجليا أو بيزال نيوكليوي. نصفي المخ بينقسموا إلى أربع فصوص. الفص الأول اسمه فرونتال لوب، اللي هو الفص الأمامي أو الفص الجبهي، وده بيتحكم في الحركات الإرادية والتعبيرات الانفعالية والسلوك الأخلاقي. والفص الثاني وهو البرايتال لوب، الفص الجداري، بيتحكم في ترجمة الحواس الداخلة للدماغ والتذوق. والفص الثالث تيمبرال لوب، الفص الصدغي، بيتحكم في الذاكرة والتوازن والعاطفة والسمع. الفص الرابع أوكسيبتال لوب، الفص القزالي أو فص مؤخرة الرأس، بيتحكم في الرؤية ومجموعة مختلفة من التعبيرات. الدماغ البيني أو الأوسط هو المكون الرابع والأخير من مكونات البرين، وبيتكون من كل من السالاموس والهايبوسالاموس والإيبيسالاموس. والأجزاء دي كلها وظيفتها ريلي ستيشن، يعني زي مكتب السكرتارية الخاص بالدماغ، وبيتحد مع الجهاز العصبي اللا إرادي في التحكم في نبض القلب وضغط الدم وتنظيم درجة الحرارة ومعظم الوظائف الغير إرادية التانية زي وظائف الجهاز الهضمي. المكون الثاني للجهاز العصبي المركزي هو النخاع الشوكي spinal cord. النخاع الشوكي بيمتد من المدلة أوبلونجاتا لحد تقريبا الفقرة القطنية الثانية، والنخاع الشوكي بيكون موجود داخل العمود الفقري في القناة الفقرية اللي هي vertebral canal، علشان يتم حمايته من الخارج بواسطة الفقرات، ومن الداخل بيتم حمايته بواسطة السائل الدماغي الشوكي اللي هو cerebrospinal fluid والسحايا اللي هي منينجس. كل الحماية دي للنخاع الشوكي لأنه بيمتد منه أعصاب الجهاز العصبي الطرفي. الغلاف الخارجي بيسمى الأم الجافية dura mater، وبيكون أقوى غلاف. هذا الغلاف المكون من طبقتين بيكون متصل مباشرة مع النسيج الضام المغلف للكرينيوم، وبيطلق عليه اسم بيريوستم اوف ذا كرينيوم. موجود ما بين الأم الجافية وعظام الكرينيوم الأوعية الدموية السحائية، واللي دورها إنها بتوصل الدم للكرينيوم والأغشية السحائية. بيكون في أيضا حيز أو فراغ موجود ما بين الديورا ماتر والكرينيوم، بيطلق عليه اسم إبيديورال أو إكسترا ديورال سبيس. وبيكون موجود ما بين طبقتين الديورا ماتر الديورال ساينسز، واللي بتوفر تصريف وريدي من المخ. طبقات الديورال ماتر بتكون على شكل انحناءات أو انسناءات. الانسناءات دي بتعزل تركيب المخ وبتوفر دعم وحماية إضافية للمخ. انحناءات الديورا ماتر بتشمل الفالكا السريبراي والتنتوريوم سريبلاي. الفالكا السريبراي بيفصل ما بين السريبرال هيمسفيرز، بينما التنتوريوم سريبلاي بتنتشر على شكل خيمة وبتكون فاصل ما بين السريبرام والسريبيلم. الليجن اللي بتكون موجودة فوق التنتوريوم سريبلاي بيطلق عليها اسم سوبرا تنتوريال، بينما الليجن اللي بتقع أسفل التنتوريوم سريبلاي بيطلق عليها اسم انفرا تنتوريال. وبيكون في فتحة بيضاوية الشكل موجودة في التنتوريوم سريبلاي بتكون التنتوريال نوتش، وبيطلق عليها اسم انسجورا، واللي بتحيط بالميد برين، وتوفر الاتصال الوحيد ما بين الانفرا تنتوريال سبيس والسوبرا تنتوريال سبيس. الغلاف الأوسط معروف باسم أراكنويد ميمبرين، الغلاف العنكبوتي، وده عبارة عن غلاف رقيق وشفاف بيتفصل عن الديورا ماتر بواسطة حيز اسمه ساب ديورال سبيس. الغلاف الداخلي اسمه بايا ماتر الأم الحنون، وهو غلاف مليء بالأوعية الدموية ملتصق بعناية بالمخ. السب أراكنويد سبيس
بيفصل البايا ماتر عن الأراكنويد ماتر. الصبا أراكنويد سبيس بيحتوي على السيريبروسباينال فلويد اللي هو السائل الدماغي الشوكي، واللي بينتشر خلال المخ والحبل الشوكي وبيحمي الجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي الطرفي بيشمل 31 زوج من الأعصاب الشوكية واللي بينقلوا الرسائل العصبية من وإلى النخاع الشوكي، و12 زوج من الأعصاب الدماغية واللي بينقلوا الإشارات من وإلى الدماغ. 31 زوج من الأعصاب الدماغية مترتبين لأقسام حسب مناطق امتدادهم من النخاع الشوكي إلى 5 مناطق. المنطقة الأولى هي السيرفايكل، ودي المنطقة العنقية وبيمتد منها 8 أزواج من الأعصاب الشوكية. والمنطقة الثانية وهي الثوراسيك، ودي المنطقة الصدرية ويمتد منها 12 زوج من الأعصاب الشوكية. والمنطقة الثالثة وهي اللامبر، وبيمتد منها 5 أزواج من الأعصاب الشوكية. والمنطقة الرابعة وهي الساكرال، وبيمتد منها برضو 5 أزواج من الأعصاب الشوكية. والمنطقة الخامسة والأخيرة وهي الكوكسيجيال، ويمتد منها زوج واحد من الأعصاب الشوكية. جهازنا العصبي بيحتوي على 12 زوج من الأعصاب الدماغية مرقمين من الأمام إلى الخلف طبقا لاتصالهم بالمخ. والأعصاب الدماغية بتتقسم لثلاث أنواع: نوع حسي ونوع حركي ونوع مختلط بين الحسي والحركي. والعصب الأول في الأعصاب الدماغية هو الأولفاكتوري نيرف، العصب الشمي، وهو عصب حسي مسؤول عن حاسة الشم. والعصب الثاني هو الأوبتيك نيرف، وده العصب البصري، هو عصب حسي مسؤول عن حاسة البصر. والعصب الثالث هو الأوكولوميتر نيرف، وده العصب المحرك للعين، وهو عصب حركي بيغذي معظم العضلات المحركة للعين. والعصب الرابع هو التروكليار نيرف، وده العصب البكري، وهو عصب حركي بيغذي عضلة من العضلات اللي بتحرك العين. أما العصب الخامس فهو الترايجيمينال نيرف، وده عصب مختلط بين الحركي والحسي، ومسؤول عن الإحساس بالوجه والرأس، زي مثلا الإحساس برموش العين والشفة العليا والقناة الدمعية، وبرضه مسؤول عن حركة معظم عضلات المضغ. أما العصب السادس هو الابديوسنس نيرف، العصب المبعد، وهو عصب حركي مسؤول عن حركة عضلة معينة من العضلات اللي بتحرك العين. والعصب السابع هو الفاشيال نيرف، وده عصب مختلط بين الحركي والحسي، والفاشيال نيرف بيغذي العضلات المسؤولة عن تعبيرات الوش والإحساس بالتذوق والإحساس بفتحة الأذن الخارجية. أما العصب الثامن هو الفيستيبيولو كوكليار نيرف، وهو عصب حسي مسؤول عن الإحساس بالتوازن، ومسؤول برضو عن ترجمة قوقعة الأذن للأصوات. والعصب التاسع هو الجلوستوفارينجيال نيرف، العصب اللساني البلعومي، هو عصب مختلط بين الحركي والحسي لأنه مسؤول عن حركة عضلات البلع ومعظم حركة اللسان والإحساس بالألم ودرجة الحرارة في الأذن الوسطى. والعصب العاشر هو الفيجاس نيرف، العصب الرئوي المعدي، هو عصب برضو مختلط بين الحسي والحركي، وعصب بيغذي معظم عضلات القناة الهضمية وعضلات الرئة والقصبة الهوائية. والعصب ال11 هو الأكسسوري نيرف، العصب الإضافي، وهو عصب حركي مسؤول عن حركة عضلات البلعوم. أما العصب الأخير وال12 هو الهايبوغلوسال نيرف، وهو عصب حركي مسؤول عن حركة عضلات اللسان. الجهاز الهضمي اسمه Digestive System، وDigestive يعني هضمي، وSystem يعني نظام أو جهاز، فيبقى Digestive System الجهاز الهضمي. بيتكون الجهاز الهضمي من قناة هضمية اسمها Elementary Canal، وElementary يعني غذائي أو هضمي، وCanal يعني قناة، فيبقى Elementary Canal قناة هضمية. طيب الجهاز الهضمي بيتكون من ايه تاني؟
بيتكون من مجموعة أعضاء إضافية أو ملحقة اسمها accessory organs. وaccessory يعني إضافي أو ملحق، وorgans يعني أعضاء، فيبقى accessory organs يعني أعضاء إضافية أو ملحقة. ويبقى دول الحاجتين الأساسيتين اللي بيتكون منهم الجهاز الهضمي. القناة الهضمية بتبدأ من الماوس واللي هو الفم، والفم بيكون فيه تجويف اسمه oral cavity. وoral يعني أي حاجة متعلقة بالفم، وcavity يعني تجويف، فيبقى كلمة oral cavity يعني تجويف الفم. تجويف الفم بيبقى فيه ثلاث حاجات: اللسان، واللسان اسمه tongue، وبرضو تجويف الفم بيحتوي على الأسنان، والأسنان اسمها teeth، وبيحتوي أيضا على الغدد اللعابية، ودي الغدد اللي بتفرز اللعاب واسمها salivary glands. وجلاندس يعني غدد، وسالفري يعني لعابي، وجاية من كلمة سليفا يعني اللعاب أو الريق اللي احنا بنبلعه. وفي ثلاث أنواع من الغدد اللعابية. النوع الأول اسمه باروتيد جلاند، ودي الغدة النكافية، والنوع الثاني اسمه سابلينجوال جلاند، ودي الغدة أسفل اللسان. وكلمة صب يعني أسفل، ولينجوال يعني أي حاجة متعلقة باللسان، فتبقى صب لينجوال جلاند الغدة أسفل اللسان. والغدة الثالثة هي صب مانديبولر جلاند، الغدة أسفل الفك السفلي. مانديبولر جاية من كلمة ماندبول يعني الفك السفلي. بعد تجويف الفم بيكون فيه كده البلعوم، والبلعوم اسمه فارينكس. وعشان البلعوم بيتجزأ لأكتر من جزء، احنا يهمنا في الجهاز الهضمي البلعوم الفمي واللي اسمه أوروفارينكس، البلعوم الفمي. بعد كده بيكون فيه المريء، وده أشهر من النار على العالم، واسمه إسوفاجس. بعد المريء بيكون فيه المعدة واللي اسمها ستومك. لحد هنا بينتهي الجزء العلوي من القناة الهضمية، ويبدأ الجزء السفلي مع بداية الأمعاء الدقيقة واللي اسمها سمول انتستين. سمول يعني صغير أو دقيق، وانتستين يعني أمعاء، فيبقى سمول انتستين الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة بتتجزأ لثلاث أجزاء. الجزء الأول اسمه ديودينم، وده معناه الاثنى عشر، والجزء الثاني أو الأوسط اسمه ديجونم يعني الصائم، والجزء الثالث والأخير وهو الإلم يعني اللفائفي. وتنتهي الأمعاء الدقيقة وتبدأ الأمعاء الغليظة واللي اسمها لارج انتستين. أول أجزاء الأمعاء الغليظة اسمه سيكم يعني الأعور، وهو اسمه كده، بيتصل بالأعور من أسفل حاجة اسمها أبندكس، ودي الزايدة الدودية، وبيتصل بالأعور من أعلى القولون الصاعد واللي اسمه السندينج كولون، وبيتصل القولون الصاعد بالقولون المستعرض واللي اسمه ترانسفيرس كولون. القولون المستعرض بيتصل بالقولون الهابط واللي اسمه descending colon. الجزء اللي بعد كده اسمه القولون السيني، وده اسمه sigmoid colon. بعد كده بيبقى فيه المستقيم، وده اسمه rectum. بعد كده القناة الشرجية واللي اسمها anal canal. وبكده تنتهي القناة الهضمية. فاضل الأعضاء الملحقة. أول الأعضاء الملحقة قلناهم وهم الغدد اللعابية
بعد كده في الكبد واللي اسمه ليفر، والبنكرياس واسمه زي ما هو بنكرياس، واخيرا المرارة واللي اسمها جول بلادر. بيتكون الجهاز الدوري من القلب واللي اسمه هارت، والأوعية الدموية واللي اسمها بلاد فيسلز، والدم واللي اسمه بلاد. دول الثلاث مكونات الرئيسية للجهاز الدوري. نبدأ بالقلب. تعالى كده نتخيل ان القلب ده عبارة عن بيت مكون من دورين. الدور اللي فوق فيه شقتين، كل شقة فيهم اسمها أوزين، وأوزين يعني أتريم. والدور اللي تحت فيه شقتين برضو، وكل شقة اسمها بطين، وبطين يعني فينتريكل. فيبقى عندنا الشقتين اللي فوق، واحدة في الناحية اليمين وتبقى اسمها رايت أتريم، وواحدة في الناحية الشمال وتبقى اسمها ليفت أتريم. والشقتين اللي تحت، الشقة اللي في اليمين اسمها رايت فينتريكل، والشقة اللي في الشمال اسمها ليفت فينتريكل. وبين الشقة اللي فوق والشقة اللي تحت بيكون في صمام بيمنع رجوع الدم، وصمام يعني فالف. نعرف طيب الدم بيمشي ازاي داخل البيت ده اللي هو القلب يعني. الدم لما بيتجمع من الجسم كله بيدخل للقلب، وبيكون دم غير مؤكسج، يعني مش بيحتوي على اكسجين، فبيبقى اسمه دي اكسجينيتد بلاد. واول حاجة بيدخل فيها في القلب هو الاوزين الايمن رايت اتريم، بعد كده بينزل الى البطين الايمن اللي هو الرايت فينتريكل، فبيكون ما بينهم صمام بيمنع رجوع الدم تاني للأوزين الأيمن. وعلشان الصمام ده موجود ما بين الأوزين والبطين الأيمن، فبيبقى اسمه Right Atrioventricular Valve، الصمام الأوزيني البطيني الأيمن. والاسم الشائع ليه هو صمام ثلاثي الشرفات Tricuspid Valve، وتري يعني ثلاثي، وكاسب يعني شرفة، فبيبقى Tricuspid Valve صمام ثلاثي الشرفات اللي هو بين الأوزين والبطين الأيمن. بعد كده الدم بينتقل من البطين الأيمن ويتجه إلى الرئتين، بيمر للرئتين خلال الشريان الرئوي واللي اسمه بالمونري أرتري، واللي هنتكلم عنه كمان شوية في جزء الأوعية الدموية. لما بينتقل الدم للشريان الرئوي بيكون في صمام بيفصل ما بين البطين الأيمن والشريان الرئوي، والصمام ده اسمه بالمونري فالف، وكلمة بالمونري يعني رئوي، فبيبقى الصمام الرئوي اسمه بالمونري فالف. الدم بيرجع تاني من الرئة بعد ما يحصل له عملية أكسجة أو تبادل غازات بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، فيرجع للقلب تاني دم مؤكسج اسمه Oxygenated Blood، فيدخل القلب عن طريق الأوردة الرئوية إلى الأوزين الأيسر Left Atrium، ثم ينتقل إلى البطين الأيسر Left Ventricle، وبيكون موجود ما بينهم صمام أوزيني بطيني أيسر اسمه Left Atrioventricular Valve، وعلشان هو بيتكون من شرفتين اتنين بس بيبقى اسمه Bicuspid Valve، وباي يعني ثنائي، فيبقى بايكاسبيد فالف صمام ثنائي الشرفات، وده الاسم الشائع ليه. نلاحظ هنا سؤال مهم بيقول ان في صمامات في اماكن ومفيش في اماكن تانية. لو لاحظنا هتلاقي ان الصمامات بتكون موجودة ما بين الاوزين والبطين وبين الشرايين الخارجة من القلب، لكن مش موجود صمامات عند دخول الدم للقلب من خلال الاوردة، وده لان الاوردة نفسها بتحتوي على صمامات جواها بتمنع رجوع الدم تاني، واي خلل في الصمامات دي بيسبب المرض اللي احنا عارفينه باسم الدوالي. لكن الشرايين على عكس الاوردة مش بتحتوي على صمامات، والدم بيمر فيها بسبب ضغط الدم فيها. نيجي بعد كده للأوعية الدموية اللي بتنقل الدم خلال الجسم. الأوعية الدموية تلات انواع، شرايين اسمها ارتريز بتنقل الدم من القلب لخلايا وانسجة الجسم، وأوردة اسمها فينز بتنقل الدم من خلايا وأنسجة الجسم، وشعيرات دموية صغيرة اسمها كابيلاريز بتوصل ما بينهم. الشرايين والأوردة بيتم تسميتها على حسب المكان اللي هي فيه أو المكان اللي بتنقله أو بتنقل منه الدم، زي مثلا الشرايين اللي بتنقل الدم للرئة اسمها بالمونري أرتريز، والأوردة الرئوية اسمها بالمونري فينز، وأوردة وشرايين المخ اسمها سيريبرال فينز وسيريبرال أرتريز، وأوردة القلب اسمها كاردياك فينز، والشرايين المغذية للقلب اسمها الشرايين التاجية كوروناري أرتريز، وشرايين وأوردة الكبد اسمها هيباتيك أرتريز وهيباتيك فينز، وهكذا. أوردة وشرايين الجسم بيعملوا دورتين في الجسم، الدورة الأولى اسمها الدورة الجهازية، ودي الدورة الكبيرة اسمها بالإنجليزي سيستماتيك سيركل، والدورة الثانية والأصغر هي الدورة الرئوية واللي اسمها بالمونري سيركل. الدورة الجهازية بتشمل مرور الدم من القلب لكل أجزاء الجسم حتى برضو الرئة، لأن القلب بيغذي الرئة زيها زي أي عضو.
وفي الدورة الجهازية الدم بيتجمع من نص الجسم العلوي في وريد رئيسي كبير اسمه الوريد الأجوف العلوي superior vena cava، وبيتجمع من نص الجسم السفلي في وريد رئيسي اسمه الوريد الأجوف السفلي inferior vena cava، ودول اللي بيوصلوا الدم إلى الأذين الأيمن. وبيخرج الدم من القلب لأكبر شريان في الجسم هو الشريان الأبهر واللي اسمه أورطة، واللي بينقسم لأجزاء علشان يغذي كل أجزاء الجسم. فأول ما بيخرج من القلب بيصعد لأعلى ويبقى اسمه الأورطة الصاعد ascending aorta. بعد كده بيتعوج على شكل قوس ويبقى اسمه القوس الأورطي aortic arch، واللي بيخرج منه 3 أفرع بيغذوا الدماغ والطرفين العلويين. وبعد كده بيهبط لأسفل فيبقى اسمه الأورطة الهابط descending aorta، اللي بيبقى فيه جزء منه في منطقة الصدر ويبقى اسمه الأورطة الصدري ثوراسيك أورطة، والجزء الباقي بيبقى في البطن ويبقى اسمه الأورطة البطني أبدومينال أورطة، واللي بيتفرع في أسفل البطن لفرعين علشان يغذي الطرفين السفليين. الدورة التانية هي الدورة الرئوية، ودي بتشمل الأوردة والشرايين الرئوية علشان تنقل الدم من القلب للرئتين للتخلص من ثاني أكسيد الكربون وحمل الأكسجين مكان ثاني أكسيد الكربون ورجوع الدم تاني للقلب علشان يدخل الجسم. فبيخرج من البطون الأيمن في القلب الجذع الرئوي واللي اسمه بالمونري ترانك، وبينقسم لشريانين علشان يدخلوا الرئتين، شريان رئوي أيمن اسمه رايت بالمونري أرتري، وشريان رئوي أيسر اسمه ليفت بالمونري أرتري، ودي الشرايين الوحيدة اللي في جسم الإنسان كله بيبقى فيها دم غير مؤكسج، وباقي الشرايين كلها بيبقى فيها دم مؤكسج. بعد كده بيرجع الدم تاني من الرئة للقلب عن طريق الأوردة الرئوية واللي اسمها بالمونري فينز، ودي الأوردة الوحيدة في الجسم كله اللي بيبقى فيها دم مؤكسج وباقي أوردة الجسم فيها دم غير مؤكسج. نيجي بعد كده للمكون الثالث والأخير وهو الدم. الدم بيتكون من البلازما واللي بتشكل حوالي 55% من مكونات الدم، وال 45% الباقيين بيتكونوا من عناصر مختلفة، وعلى رأسهم هو خلايا الدم الحمراء واللي اسمها red blood cells واسمها برضو erythrocytes، وخلايا الدم البيضة واللي اسمها white blood cells واسمها برضو leukocytes، والمكون الأخير للدم هو الصفائح الدموية واسمها platelets. وكده نبقى خلصنا الجزء الحفظ من كورس المصطلحات الطبية للمستوى الأول، وفي فيديو تاني من كورس المصطلحات الطبية فيه معلومات أكتر عن الكارديوفاسكولار سيستم موجود في كورس المصطلحات الطبية العادي. الجهاز البولي بيتكون من مجموعة أعضاء بتشمل الكيدنز اللي هما الكليتين، واليوريترز أو ما يسموا الحالبين، والبلادر اللي هي المثانة، واليوريسرا أو ما تسمى قناة مجرى البول. اللي بيقع منهم داخل تجويف البطن هما الكيدنز واليوريترز. أما بالنسبة للبلادر واليوريسرا هنتكلم عنهم في الجزء الخاص بتجويف الحوض. الكلي عبارة عن عضو على شكل حبة الفول، تقع كل واحدة منهم على الجدار الخلفي للبطن، بيتواجدوا بشكل مايل بحيث ان القطب العلوي لكل كلية بيبقى مايل للداخل وللخلف عن القطب السفلي. كل كلية بتقع على جانبي العمود الفقري عند مستوى الفقرة الصدرية L12-T12 من اعلى، ومن اسفل عند الفقرة القطنية الرابعة L4، مع مراعاة ان الكلية اليمنى بتميل لأسفل شوية بسبب تواجد الكبد في الجانب الأيمن واللي بدوره بيضغط عليها الأسفل. وظيفة الكليتين هو إنتاج وإفراز الفضلات من الدم وتكوين اليورين اللي هو البول، والمحافظة على توازن سوائل الجسم. الكليتين أيضا بيكون ليهم إندوكرين فانكشنز، يعني وظائف غدية بتشمل إنتاج وإفراز مادة اسمها إريثروبيوتين، واللي بتحفز العظام على تكوين الريد بلاد سيلز اللي هم كرات الدم الحمراء، وأيضا بيفرزوا مادة الرينين واللي بتساعد في تنظيم البلاد بريجر اللي هو ضغط الدم، وأيضا بيكونوا النموذج أو الصورة النشطة من فيتامين دي واللي بتساعد في المحافظة على كالسيوم أبسوربشن اللي هو امتصاص الكالسيوم.
بالنسبة لتكوين الكلية، فبنلاحظ ان كل كلية بتتكون من قشرة خارجية اسمها Outer Cortex ونخاع داخلي اسمه Inner Medulla. قشرة الكلية او Renal Cortex بتتشكل كالتالي: التلت الخارجي عبارة عن نسيج كلوي بيحتوي على امتدادات ما بين Renal Pyramids of the Medulla، ودي اجزاء على شكل اهرامات موجودة داخل نخاع الكلية. القشرة او الكورتكس بتحتوي على الوحدة الوظيفية للكلية واللي اسمها نيفرون، واللي بيتكون من جزئين وهما جلوميرلس وكونفيوليتد تيوبولز، وبيكون مسؤول عن فلترة اليورين. الرينال ميدلا اللي هو النخاع الكلوي بيتكون من اقسام على شكل اهرامات اسمها رينال بيراميدز. الرينال بيراميدز بتكون مخططة من الداخل لأنها بتحتوي على لوبس أو حلقات اسمها لوبس أوف هينل، وبتحتوي على توبيولز أو أنابيب صغيرة اسمها كولكتينج توبيولز. قمة الهرم الخاص بالرينال بيراميدز اسمه رينال بابيلا. بينشأ من الرينال بابيلا كؤوس أو أجزاء على شكل كؤوس صغيرة اسمها ماينور كاليسيز أو الكؤوس الثانوية. كل كلية بتحتوي على ما بين 7 إلى 14 ماينور كاليسز بتنشأ من الرينال بابيلا. الكؤوس الصغيرة أو الثانوية بتتحد مع بعضها وتكون كؤوس أكبر أو كؤوس رئيسية اسمها ميجور كاليسز، وعددهم من 2 أو 3 ميجور كاليسز. بتتحد الميجور كاليسز مع بعضها في النهاية وبيشكلوا حوض الكلية واللي اسمه رينال بيلفز، واللي بيتصل بعد كده مع الحالب. حوض الكلية أو رينال بيلفز بيكون محاط بتجويف ممتلئ بالدهون اسمه رينال ساينس. كل كلية محاطة بطبقة للحماية، الطبقة دي اسمها جروتس فاشيا أو رينال فاشيا. وظيفة رينال فاشيا هو تثبيت الكلية بالأجزاء والتركيب المحيطة لمنع حدوث أي جرح للكلية نتيجة ارتطام أو تصادم الجسم، بالإضافة إلى أن رينال فاشيا بتقوم بدور الحاجز اللي بيمنع انتشار العدوى التي قد تصيب الكلية. الفجوة الداخلية لكل كلية اسمها رينال هايلم، ودي بتسمح بمرور الرينال أرتري والرينال فين واليوريتر إلى داخل وخارج الكلية. كل كلية بتتقسم إلى 5 أجزاء طبقا للإمداد الدموي أو ما يسمى فاسكولار سبلاي. القسم الأول هو الإبيكال، والقسم الثاني هو الأنتيريور سوبيريور أو ما يسمى أبر أنتيريور، والقسم الثالث هو الانتيريور انفيريور او ما يسمى ميدل انفيريور، والقسم الرابع هو الانفيريور، والقسم الخامس هو البوستيريور. تقسيم الكليه الاقسام بيساعد في التخطيط الجراحي اثناء البارتشيال نيفريكتومايز اللي هو الاستئصال الجزئي للكليه. اليوريترز او الحالبين هم عباره عن زوج من القنوات العضليه طولها حوالي من 10 الى 12 بوصة، ودورها انها بتنقل اليورين او البول الى اليورينري بلادر اللي هي المثانة البولية. كل حالب بيبدأ من حوض الكلية اللي هو رينال بيلفز، وبيهبط لأسفل مرا من امام عضلة مهمة اسمها سواس ماسل، وبعد كده بيتصل بالجدار الخلفي للمثانة بزاوية ميلة، ويتم اخراج البول من المثانة عن طريق اليوريسرا اللي هي قناة مجرى البول. جهاز الغدد الصماء اسمه Endocrine System، بيتكون مجموعة غدد اسمها Glands. الغدد دي بتنقسم إلى نوعين: غدد صماء اسمها Endocrine Glands، ودي غدد ليس لديها قنوات وبتفرز هرموناتها إلى مجرى الدم اللي اسمه Bloodstream، وغدد تانية اسمها Exocrine Glands
ودي غدد خارجية الإفراز بيكون ليها قنوات خاصة بيها بتفرز فيها مواد كيميائية تخرجها إلى خارج الجسم، زي الغدد الدمعية أو المسيلة للدموع واللي اسمها لاكريمال جلاندس، والغدد اللعابية واسمها سالفاري جلاندس، والغدد العرقية اللي بتفرز العرق واسمها سويت جلاندس، وغدد الثدي اللي بتفرز الحليب واسمها ماماري جلاندس. دي كلها غدد ليها قنوات وبتفرز مواد كيميائية فيها لخارج الجسم. لكن الغدد الصماء ليس لديها قنوات وبتفرز مواد اسمها هرمونات أو هرمونز بتتحكم في معدل عمليات كتير في الجسم زي التمثيل الغذائي اللي اسمه ميتابوليزم واللي هنعمل له فيديو خاص بيه تماما. الغدد الصماء بتشمل الغدة الدرقية الموجودة في منطقة الرقبة واللي اسمها ثيرويد جلاند، والغدد الجار درقية واسمها باراثيرويد جلاندز، والغدد الكظرية أو الفوق كلوية ومن اسمها بنعرف إن مكانها فوق الكلية واسمها أدرينال جلاندس أو سوبرارينال جلاندس، والبنكرياس الموجود في البطن خلف المعدة واسمه بنكرياس، والغدة النخامية زعيمة الغدد الصماء الموجودة في منتصف الرأس واسمها بيتويتري جلاند، والمبيضين في الأنثى واسمهم أوفرز، والخصيتين في الذكر واسمهم تيستس، وأخيرا الغدة الصنوبرية ودي غدة موجودة في مركز الرأس واسمها باينيال جلاند. يلا نشرحهم غدة غدة ونتكلم على المصطلحات الطبية الخاصة بكل غدة. أول غدة هي الباينيال جلاند، ودي أقل الغدد شهرة ومحدش يعرفها كتير، إلا إنها بتفرز هرمون مهم اسمه ميلاتونين بيتحكم في الساعة البيولوجية للإنسان، يعني إمتى ينام وإمتى يصحى. بعد كده الغدة الدرقية، الغدة الدرقية بتفرز ثلاث هرمونات، الهرمون الأول هو هرمون ثلاثي يودوسيرونين واسمه تراي يودوسيرونين واللي اختصاره T3، ودوره إنه بيسرع من عملية الميتابوليزم، والهرمون الثاني هو السيروكسين أو هرمون رباعي يودوسيرونين واسمه سيروكسين أو تترا يودوسيرونين واختصاره T4، وده برضو دوره إنه بيسرع من الميتابوليزم. والهرمون الثالث اللي تم اكتشافه مؤخرا بيتفرز من الغدة الدرقية هو هرمون كالسيتونين واسمه كالسيتونين هرمون، ودوره انه بيقلل نسبة الكالسيوم في الدم. نيجي بعد كده للغدد الجار درقية باراثيرويد جلاندز، وعددهم اربع غدد وبيفرزوا هرمون اسمه باراثيرويد هرمون واللي اختصاره BTH، ومعروف برضو باسم باراثورمون، وده دوره عكس هرمون الكالسيتونين لانه بيعلي نسبة الكالسيوم في الدم. نيجي بعد كده للغدد الكظرية أو الفوق كلوية، وهما اتنين واحدة فوق كل كلية، وليهم فيديو خاص بيهم بالتفصيل نزلته على القناة من حوالي شهر. الخلاصة إن الغدد دي بتتكون من جزئين، جزء خارجي اسمه القشرة أدرينال كورتكس بتفرز هرمون الكورتيزول، دوره إنه بيعلي نسبة الجلوكوز في الدم، وهرمون اسمه ألدوسترون وده بيزود امتصاص الصوديوم وينظم ضغط الدم، وهرمونين جنسيين اسمهم أندروجين وإستروجين ومسؤولين عن إظهار الصفات والخصائص الجنسية لدى الجنسين. أما الجزء الثاني من الغدد الكظرية هو النخاع واسمه أدرينال مضلة وبتفرز هرمونين، الهرمون الأول هو الأدرينالين واسمه أدرينالين أو إبينفراين، والهرمون الثاني اسمه نور أدرينالين أو نور إبينفراين، ومسؤولين عن أفعال الجهاز العصبي الغير إرادي زي رد فعلك الغير إرادية لما كلب يجري وراك. نيجي بعد كده للبنكرياس، برضو ليه فيديو مفصل خاص بيه على القناة، ولكن اختصارا البنكرياس بيفرز هرمونين، الأول هو هرمون الإنسولين والتاني هو الجلوكاجون، والاتنين دورهم عكس بعض ودورهم إنهم بينظموا السكر في الدم. بعد كده زعيمة الغدد اللي هي ماستر جلاند، وهي الغدة النخامية واسمها بتويتري جلاند أو بيطلق عليها اسم هايبوفيسيس. الغدة النخامية بتفرز سبع هرمونات، خمسة من الفص الأمامي اللي هو anterior loop واثنين من الفص الخلفي اللي هو posterior loop. الخمس هرمونات اللي من الفص الأمامي هما كل من الهرمون الأول هو هرمون النمو واللي اسمه growth hormone واللي اختصاره GH، أو بيسمى برضو somatotropin hormone واللي اختصاره STH، وده بيساعد على النمو عن طريق تعزيز تكوين البروتين. الهرمون الثاني هو محفز الغدة الدرقية واللي اسمه ثايرويد ستيمولاتينج هرمون واللي اختصاره TSH أو ثايروتروبين، وده بيحفز نمو الغدة الدرقية وإنتاج هرموناتها اللي هما T3 و T4.
الهرمون الثالث هو محفز قشرة الغدة الكظرية واسمه أدرينوكورتيكوتروبيك هرمون واللي اختصاره ACTH واللي اسمه برضو أدرينوكورتيكوتروبين، ومن اسمه بيحفز قشرة الغدة الكظرية على إفراز هرموناتها. الهرمون الرابع هو مجموعة هرمونات تناسلية اسمها جونادوتروبيك هرمونز، ودي هرمونات بتأثر على نمو الأعضاء التناسلية وإفراز هرموناتها سواء كان في الذكر أو الأنثى. في الإناث بيبقى هرمون اسمه فوليكول ستيمولاتينج هرمون واللي اختصاره FSH، وهرمون اسمه لوتينايزينج هرمون واللي اختصاره LH بيحفزوا نمو البويضات داخل المبيض وإنتاج الهرمونات التناسلية الأنثوية. إنما في الذكور الـ FSH بيأثر على إنتاج الحيوانات المنوية، والـ LH بيحفز الخصية على إنتاج هرمون التستوستيرون. الهرمون الخامس هو هرمون الحليب واللي اسمه برولاكتين هرمون واللي اختصاره BRL، بيحفز نمو الثدي أثناء الحمل وبيحفز إنتاج الحليب بعد الولادة. بعد كده هرمونات الفص الخلفي. الهرمون الأول هو هرمون مضاد لإدرار البول واسمه أنتيديروتيك هرمون واللي اختصاره ADH، وليه اسم تاني برضه هو فازوبريزن، وده هرمون بيحفز إعادة امتصاص المية في الكلية وبرضه بيساعد على ارتفاع ضغط الدم. الهرمون الثاني والأخير هو هرمون معجل الولادة واسمه أوكسيتوسين هرمون، وده بيحفز الرحم على الانقباض أثناء الولادة. وآخر حاجة نتكلم عنها هي الغدد التناسلية. في الإناث بيبقى فيه المبيضين اللي هم أوفرز، ودول بيفرزوا الإستروجينز، ودي هرمونات بتحفز نمو البيضات، وبرضو الأوفرز بيفرزوا البروجسترون، وده مسؤول عن تجهيز الرحم للحمل. لكن بالنسبة للأعضاء التناسلية في الذكر بيبقى فيه الخصيتين اللي هما تيستس، وبيفرزوا هرمون التستوستيرون، وده هرمون مسؤول عن تكوين الحيوانات المنوية. وظيفة الجهاز التناسلي الإنسوي هو إنتاج الهرمونات الجنسية والبويضات وحماية ودعم الجنين أثناء الحمل. أعضاء الجهاز التناسلي الإنسوي تقع داخل تجويف الحوض، وبيتكون الجهاز التناسلي للأنثى من الرحم واللي اسمه يوترس، والمبيضين واللي اسمهم أوفرز، وقنطي الرحم أو قنطي فالوب، يوترين تيوبز أو فالوبيان تيوبز، والمهبل واللي اسمه فاجينا. الرحم هو العضو العضلي التناسلي المسؤول عن حماية الجنين أثناء نموه، والرحم عضو عضلي على شكل حبة الكمثرى موجود في تجويف الحوض بين المثانة اللي هي بلادر والمستقيم واللي هو اسمه ريكتم. بينقسم الرحم تشريحيا إلى منطقتين، منطقة البادي ومنطقة السيرفكس. البادي اللي هو جسم الرحم هو أكبر قسم وبيتكون من التلتين العلويين للرحم، والجزء العلوي من جسم الرحم بيكون مدور وبيطلق عليه اسم فاندس، وده الجزء اللي بتتصل بيه قنطي الرحم. على جانبي الفاندس بيحتوي على الكورنوا، وده مكان اتصال الرحم بقنطي فالوب. التلت الضيق السفلي من الرحم اسمه سيرفكس اللي هو عنق الرحم، وده الجزء المتصل بالمهبل اللي اسمه فاجينا. داخل عنق الرحم فيه تجويف ضيق اسمه سيرفايكال كانال، ودي عبارة عن قناة بتربط بين اليوترين كافيتي اللي هو تجويف الرحم من الأعلى بواسطة فتحة اسمها internal os أو internal ostium، ومن أسفل متصلة بالفاجينا بواسطة فتحة اسمها external os أو external ostium. الوضع الشائع للرحم هو إن البادي بيكون بارز لأعلى وللأمام فوق البلادر، والفندس بيكون مجاور لجدار البطن الأمامي، والسيرفكس مايل لأسفل وللخلف ومتصل بالجزء العلوي من المهبل واللي اسمه فاجينال فولت. جدار الرحم مكون من ثلاث طبقات. الطبقة الداخلية هي بطانة الرحم واسمها اندوميتريوم، وهي عبارة عن نسيج غدي بيبطن الجدار الداخلي للرحم وبيستجيب للتغيرات الدورية الخاصة بهرمونات الرحم. والطبقة الثانية والوسطى وهي عضل الرحم واللي اسمها مايوميتريوم، ودي طبقة عضلية وهي الطبقة الأكثر سمكا. الطبقة الثالثة وهي البريميتريوم، ودي الطبقة الخارجية وبتتكون من غلاف مصلي بيغطي الفندس
والسطح الخلفي لليوترس. الاندوميتريوم مبطنة بغشاء مخاطي مستمر مع البطانة الداخلية لكل من الفاجينا واليوترين تيوبس. والطبقة العضلية اللي هي مايوميتريال لاير ممتلئة بالأوعية الدموية ومسؤولة عن انقباض الرحم أثناء عملية الولادة. والبريميتريوم بتتكون من البريوتينيوم ومتصلة بقوة بالمايوميتريوم. المبيضين بيكونوا على شكل حبة اللوز وبيكون مكانهم على جانبي الرحم وبيتم تثبيتهم بواسطة أربطة اسمها ovarian ligamentis اللي هي أربطة المبيض وsuspensory ligamentis اللي هي الأربطة المعلقة. الovarian ligamentis بتربط السطح السفلي للمبيض بالسطح الخارجي للرحم وأنابيب الرحم، والsuspensory ligamentis بتربط السطح العلوي للمبيض بجدار الحوض الخارجي، وبتحتوي على الأوفريان فيسلز اللي هي الأوعية الدموية الخاصة بالمبايض. المبايض مسؤولة عن إنتاج البويضات وإنتاج وإفراز هرمون الإستروجين وهرمون البروجسترون. الإستروجين هو الهرمون المسؤول عن الإظهار والحفاظ على الخصائص الأنثوية والأعضاء التناسلية، والبروجسترون هو الهرمون المسؤول عن التغيرات الخاصة بالرحم أثناء التحضير والاستعداد للحمل، زي مثلا سماكة بطانة الرحم وتقليل تقلصات عضلات الرحم. قناتي الرحم أو الفالوبيان تيوبز عبارة عن أنابيب عضلية رفيعة طولها حوالي من 8 إلى 20 سنتي، بتمتد بشكل جانبي من جسم الرحم إلى البروتينيوم بجوار الأوفرز، وبيتم دعم أنابيب فالوب بواسطة رباط اسمه برود ليجامنت. في نهايتهم بيتوسعوا علشان يكونوا جزء على شكل قمع اسمه انفانديبولم. بيحتوي الانفانديبولم على نتوءات على شكل أصابع اليد طولها من 1 إلى 2 سنتيمتر واسمها فامبرياي، بتنتشر على سطح المبيض علشان أثناء عملية التبويض تلتقط البويضة من المبيض وتدخلها إلى قناتي فالوب ثم إلى الرحم. والجزء القريب من قناة فالوب المتصل بالرحم اسمه كورنوا. المهبل عبارة عن قناة عضلية طولها حوالي من 8 إلى 10 سنتيمتر، بيمتد من عنق الرحم اللي هو السيرفكس أوزيوترس إلى فتحة المهبل الخارجية اللي هي الفاجينال أوريفيس. الفاجينال فولت أو ما يسمى فورنيكس هي عبارة عن منطقة متمددة موجودة في أعلى المهبل بتحيط بالإكسترنال أس، وبتنقسم إلى أنتيريور فورنيكس وبستيريور فورنيكس. بيقع المهبل بين البلادر والريكتم، وظيفته هو استقبال الحيوانات المنوية، وبيكون الجزء السفلي من قناة الولادة. الأعضاء الرئيسية اللي بتكون منها الجهاز التناسلي الذكري هي كل من الخصية تيستيز والبربخ إبيديديمس والأصهر أو القناة النقية للمني فاز ديفرنس وقناة القصف إيجاكيولاتوري داكت والحويصلة المنوية سيمينال فيسيكل وغدة البروستاتا بروستيت جلاند والغدة البصرية الإحلالية بالبو يوريسرال جلاند وأخيرا القضيب بينس. كل الأعضاء دي موجودة داخل تجويف الحوض طبعا باستثناء الخصيتين والقضيب. مبدئيا بس الأول هنشرح وعاء الخصيتين اللي هو كيس الصفن أو ما يسمى سكروتم، وهو عبارة عن كيس عضلي بيحيط بالتستس والإبيديديمس والجزء السفلي من السبرماتيك كورد اللي هو الحبل المنوي. السكروتم بتتكون من 3 طبقات بالإضافة إلى طبقة من نسيج ضم مدمجة بألياف عضلية ملساء اسمها دورتاس تونيكا. من الداخل الدورتاس تونيكا بتكون في المنتصف حاجز اسمه ميديان ريفي، بيقسم السكروتم إلى نصفين أيمن وأيسر بحيث يبقى كل نصف محتفظ بخصية،
وظيفة السكروتم هو إنها بتسهل من عملية تكوين الحيوانات المنوية، لأنها بتحفظ الخصيتين خارج البريتونيوم في بيئة أكثر برودة، وده بيؤدي إلى تنظيم درجة حرارة الخصيتين. الدورتاستونيكا بتستجيب لدرجات الحرارة الباردة فبتتقلص وبتجذب الخصيتين للجسم بحيث إنهم يبقوا أقرب للجسم، وده السبب في الشكل المتجعد اللي بتظهر بيه السكروتم. الخصيتين بيكونوا متعلقين داخل جيب أو كيس دهني اللي هو الكيس السفني سكروتال ساك بواسطة السبرماتيك كورد اللي هو الحبل المنوي. وظيفة الخصية هو إنتاج الحيوانات المنوية والهرمون الجنسي الذكري اللي هو التستوستيرون. الطبقة أو الغطاء الليفي الخارجي للخصيتين اسمه تونوكا ألبوجينيا، وبرضو الطبقة دي بتعمل بروزات داخل الخصية فبيتكون فصوص صغيرة على شكل أوتاد ويجي شيب لبيولز. كل خصية بتتكون من مئات اللبيولز، كل لبيول بتتكون من 1 إلى 4 من أنابيب صغيرة اسمها سيمينيفرس تبيولز اللي هي الأنابيب المنوية. فبيكون المجموع الكلي للسيمينيفرس تبيولز داخل كل خصية حوالي 800 سيمينيفرس تبيولز، وده المكان اللي بتحصل فيه عملية تكوين الحيوانات المنوية. السيمينيفرس تبيولز بتخرج من اللبيول الخاص بيهم وبيتحدوا مع بعض في منطقة اسمها ريت تيستس اللي هي الشبكة الخصوية. من داخل الشبكة دي بيخرج حوالي من 15 إلى 20 من قنوات صغيرة اسمها ديكتيولز، ويدخلوا إلى الهيد أوف ذا إبيديدمس اللي هو رأس البربخ. الإبيديدمس عامة بيتكون من مجموعة أنابيب ملفوفة على بعضها بإحكام وموجودة على السطح العلوي الخلفي لكل خصية، وبيتكون من 3 أجزاء هيد وبادي وتيل. الحيوانات المنوية بتنتقل من الخصية إلى البربخ بحيث يتم تخزينها أثناء خضوعها للمراحل النهائية من عملية النضج. الفاس ديفرنس اللي هي القناة النقلة للمني بتكون متصلة بالتيل أوف ذا إبيديدمس، وهي عبارة عن قناة عضلية طويلة بتصعد من الجزء الخلفي للسبرماتيك كورد وتمر من خلال الإجوانيال كنال ومحاذاة الجدار الخارجي للحوض خلف الحالب على السطح الخلفي للبلادر. بعد كده بتوسع ويطلق عليها اسم أمبولا أوف فاس ديفرنس، وقبل نهايتها بتتحد مع الدكت الخاصة بالسيمينال فيسيكلز فبيكونوا إيجاكيلوتري دكت واللي بتفرغ محتواها داخل البروستاتيك يوريثرا. الحبل المنوي اللي هو سبرماتيك كورد بيبدأ من الديب إنجوانال رينج ويمتد خلال الإنجوانال كنال وبيعلق الخصيتين داخل السكروتا. خلال السبرماتيك كورد بيبقى فيه مجموعة أوردة متداخلة بتعمل درينج للدم من الخصيتين، بيطلق عليهم اسم بامبينيفورم بليكسس. البامبينيفورم بليكسس بتعمل تبريد للدم في الشريان قبل دخوله إلى الخصيتين، وده بيساعد على الحفاظ على درجة الحرارة وبالتالي الوصول إلى الحالة المثالية لإنتاج الحيوانات المنوية. الحويصلات المنوية اللي هي سيمينال فيسيكلز عبارة عن زوج من غدد إضافية مكونة من أنابيب ملفوفة على بعضها فبيكونوا على شكل كيسين أو جرابين اسمهم سيمينال فيسيكلز، وموجودين على الجانب الخارجي من الفاس ديفرنس والسطح الخلفي أسفل المثانة وفوق البروستيت جلاند. وظيفة السيمينال فيسيكلز هو إنتاج الفركتوز وإنزيم التجلط للسائل المنوي اللي بيختلط بالحيوانات المنوية قبل القصف. غدة البروستاتا أو البروستيت جلاند هي أكبر غدة ملحقة في الجهاز التناسلي الذكري، بتفرز سائل كلوي رقيق بيشكل جزء من السائل المنوي. بتقع البروستيت جلاند أسفل البلادر وبتحيط بقناة مجرى البول فبيطلق على الجزء المحيط به اسم بروستاتيك يوريثرا. البروستيت جلاند بيبقى لها قاعدة أو بيز مجاورة لعنق المثانة ولها قمة أو إبكس متصلة بالبرينيال ميمبرين. بتتكون البروستيت جلاند من نسيج غدي ونسيج عضلي ليفي ومحاطة بكبسولة مركبة من الكلاجين والإلاستين والسموز ماسل.
بتنقسم البروستيت جلاند إلى فصين جانبيين ليفت ورايت لوبز، وفص في المنتصف ميدل لوب، وجزء أمامي اسمه anterior fibromuscular portion. القناة القذيفة اللي هي ejaculatory ductus واللي هي عبارة عن امتدادات من السيمينال فيسيكلز بتهبط لأسفل وتمر خلال المنطقة المركزية للبروستيت جلاند، وبتفتح في البروستاتيك يوريثرا خلال جزء اسمه فيرومونتينم، واللي عبارة عن ميكوزا الفولد يعني طية مخاطية طولية الشكل بتكون الليبتيكال سيجمنت اوف ذا بروستاتيك يوريثرا، واللي بتميز نقطة دخولها واللي بتميز نقطة دخول الإيجاكيولاتوري داكتس إلى اليوريثرا. النسيج الغدي للبروستاتا بيتكون تلتين البرانكيمال تيشو، ويمكن تقسيمه إلى مناطق رئيسية وهما السنترال زون والبريفرال زون والترانزيشن زون، بالإضافة لمنطقة رابعة خالية من النسيج الغدي ومكونة من مكونات ليفية وعضلية تسمى anterior fibromuscular stroma. السنترال زون موجود في البيز بين البريفرال والترانزيشن، وبيكون حوالي 25% من الجلاندولار تيشو، والبريفرال زون هي أكبر المناطق لأنها بتكون حوالي 70% من الجلاندولار تيشو، وبتمتد من البيز لحد الإبكس بمحاذاة السطح الخلفي للغدة. الترانزيشن زون بتكون بس حوالي 5% من الجلاندولار تيشو. والمنطقة الرابعة وهي الأنتيريور فايبر ماسكلر ستروما، ودي مكونة من مكونات ليفية وعضلية بتمتد على الجانبين وللخلف، وبعد كده بتقل في السمك وتكون الكبسولة المحيطة بالبروستاتا. غدتي كوبر أو ما يسمو بالبيوريسرال جلاند عبارة عن غدتين صغيرين على الجانب الخارجي الخلفي للممبريناس يوريسرا، مدمجين داخل البرينيال ممبرين. دورهم إنهم بيفرزوا سائل كلوي بيكون جزء من السائل المنوي. القضيب أو البينس اللي هو العضو التناسلي الخارجي بيتم تثبيته في البيوبيك أرش بواسطة أربطة اسمها suspensory ligaments اللي هي الأربطة المعلقة، والقضيب مكون من جزئين، روت وده الجزء المتصل بالبيوبيك أرش، والبادي اللي هو الجسم. بيتكون البينس من ثلاث كتل اسطوانية الشكل، كتلتين اسمهم كوربورا كافرنوزا وده الاسم الجمع، واسم الواحدة منهم كوربس كافرنوزم، والكتلة الثالثة اسمها كوربس سبنجيوزم. الكوربس كافرنوزا مكونة من شبكة من الألياف من الكولاجين وفراغات بتتضخم لما تتملي بالدم، والكوربس سبنجيوزم مكونة في الغالب من ضفيرة وردية كثيفة اسمها الدنس فينوس بليكسس، والثلاث كتل بيساهموا في عملية الانتصاب. الكوربس كافرنوزم بيكونوا السطح الخارجي، بينما الكوربس سبنجيوزم بيشكل السطح السفلي وبيحيط بالجزء الأكبر من اليوريثرا واللي هو البنايل يوريثرا. في منطقة الروت اوف ذا بينس الكوربس كافرنوزم بيتكون الكرورة والمتصلة بالإسكيوبيوبيك ريمس، والكوربس سبنجيوزم بتكون البالب اوف ذا بينس الموجودة بين الاتنين الكرورة ومتصلة بإحكام بالجانب السفلي من البرينيال ممبرين. واخيرا النهايات البعيده للثلاث كتل بتكون جلاند سبينس، وده الجزء المحيط بالاكسترنال يوريثرال ميتس اللي هي الفتحه الخارجيه لقناه مجرى البول.